مساء الخير مجددا سي بقاسم الله. مساء الخير. شكرا. الان عودنا رجعنا لك. سيده نعيمه الصالحي قالت فكره السيد بقاسم الله، قالت لك احنا خلينا الاكاديميين يخدموا اللغه الامازيغيه، لم ندخل على هذا المحور ولم ندخل على هذا الخط، لكن فيما بعد تبين بان البعض يريد الاقصاء، يريد ان يعمل من اجل امازيغيه مفرنسه، لهجه معينه أو يسمع فيه. أولا نشوف الأخ الفاضل. الأمازيغية، الأمازيغية ماهيش وليدة اليوم، الأمازيغية عندها 2968 مدة تواجدها. حتى دروك إذا كان حبينا نعرفوا، الأكاديميين مش مقتصرة على الأمازيغية على جهة من جهات. الأمازيغية كل جزائرية لازم تكون مناطقة. احنا مع فعلا لازم تكون متنوعة. خليني نكمل. نعم. احنا مع الأمازيغية اللي تجمل الجزائريين، اللي توحد ما تفرقش. احنا مع الامازيغيه اللي يكون تاع تمراس يفهم تيزي وز، ونتاع تيزي وز يفهم نتاع الشاويه في ام البواقي. وهذه هي الامازيغيه الموحده. هذه هي كما قالت الاخت ربما مجموعه نتاع لهجات. ولكن درك حان الوقت بعد نضال طويل من طرف سياسيين، وخاصه اننا في عين فكرون كاين اساتذه من منطقة القبائل يقريوا الأمازيغية. هنا المشكل، هنا خطر كبير هذا، لأنهم رفضوا يقريوا باللغة اللاتينية بالحرف اللاتيني، فمنعوا من الترسيم وأرسلت مجموعة من الأساتذة التي تدرس اللاتينية. تفضل سي بقاسم الله. شوف نعم. نكملوا إذا حبيتوا حصة ونفهموا. تفضل وضح. تفضل نعم. نظرا لتوحيد الأمازيغية، والأمازيغية واحدة، وإن في مدينة عين كرش فيه اثنين من الاساتذه من تيزي وزو يقريوا الامازيغيه، يعاونوا جماعه تاع الشاويه. واحنا كنا في التلفزيون مجموعه فيها التوارق والشاويه والقبائل وبني مزاب والتوارق قدموا نشره باي حرف يقريوها؟ بالحرف اللاتيني؟ شكون قال لك بلي يقراو؟ انت رحتي شفتي باش يقراو بالحرف اللاتيني؟ انا نسال فيك، انا جاتني شكاوي من هؤلاء الاساتذه ومن الشعب. لا جاتك شكاوي، انا نقول لك شوفي، احنا في منطقة الشاوية ومنطقة ام البواقي، خاصة ان التدريس يدرسوا باي لغة، خاصة اللغة العربية، لان المنطقة نتاعنا تطغى عليها اللغة العربية اكثر من لغة اخرى. وانت يا تعرف لماذا لم ترسم يرسم الاساتذة الذين يدرسون الامازيغية بالحرف العربي؟ شكون قال لك باللي ما ترسموش؟ يا اخي هما اللي بعثونا، مش مرسلات. جاتنا مراسلات وشكاوي. اسمعي شوفي سيدة صالحي، اذا كان حابين يبعثوا عندهم وزارة، ما يبعثوش حزب سياسي يقطع. لا، ما يبعثوا لي كنائب في البرلمان ومثل الشعب. اسمعي، ومن حقهم يبعثوا لي كحزب ايضا. لا اسمحي لي، انت يا نائب وليست نائبة، انت نائب في البرلمان. وهل قلت انا نائب؟ قصدك انا نائب. نائب، انا اعرف العربية جيدا سيد سحلي. معليش بالقاسم ملاح وليس سحلي. ملاح، سي ملاح، انا نعرف العربية ونعرف الفرق بين النائبة اللي هي المصيبة اللي طايحة على راسنا وبين النائب. معليش سيدة صالحي، شوفي القضية قضية النائب، وأنا كنت نائب في 97. النائب يطرح عليه قضايا أو شكاوى، يقدمها في لجنة وهي لجنة التربية ولا أي لجنة. لا. ومن ثم تدرس على مستوى اللجنة وتبعث إلى الوزير. الحزب السياسي يقترح، ما يقدرش يحل رئيس حزب سياسي أو نائب يحل في منصب نتاع جهاز تنفيذي ولا جهاز قضائي. ومن قال هذا يا سيدي؟ ومن قال هذا؟ نحن نرفع الانشغال في اطار كل الطرق عن طريق المنابر الاعلاميه والفيسبوك والمراسلات الرسميه. يعني سيدي قاسم الله، سيدي قاسم الله، تتنفي ما تتكلم على السيده نعيمه صالح؟ لا لم تقول، لم يتم ترسيمهم. قال احنا نطلبوا بترسيم الاساتذه الامازيغيه مش على مستوى ام البواقي برك، كل الولايات. وهذه مناصب ماليه، المناصب اللاماليه راهي السيده صالحي تعرف باللي تدرس على مستوى اللجان المتخصصه. لا. ويخصص لها ميزانيه. اما اسمح لي نكمل، اذا تعطيونا فكره من بعد تقطعونا. الامازيغيه ماهيش ملك القبائل، وماهيش ملك الشاويه، وماهيش ملك بني مزاب، وماهيش ملك التوارك، ملك كل الجزائريين. وهذا ما قلنا. الجزائريين اسمع، والجزائري يقدر يتحدث بالشاوية ولا بالقبائلية ولا بالمزابية ولا بالتركية ولا بالفرنسوية، ما هي إلا لغة خطاب. الأصل أننا لازم نطور اليوم في الجزائر ولا لا علاقة بالهوية والمعتقد. اسمح لي احنا إذا حبينا نطوروا، اسمع، احنا إذا حبينا نطوروا الأمازيغية ونعطيوها حقها، نبعدوا السياسيين ونبعدوا الغطاء السياسي ونبعدوا الجهوية عليه ونخليوها لكل الجزائريين. شكرا. لان احنا
مع الامازيغيه اللي توحد ما يتفرق. شكرا جزيلا. الامازيغيه اللي تجمل ما يتفرق. شكرا جزيلا سيد القاسم الله. اسمح لي رساله اخيره. تفضل. الاكاديميه اللي راح تنشأ ان شاء الله يخليوها تخدم في عقلها، لان الوقت ما يسمحناش باش ندخلوا في انتخابات. في خلل هنا، في خلل. لو يقول لك الاكاديميه اللي حتخدم نخلوها تخدم في غرضها، واللهجات راهي قاعده تفرض في المؤسسات التعليميه. ما كانش منها هي لغه. يا سيدي رانا في وضع اللي يحكم العصام الوسطى ما بقاش ينجح، لازم تبين الموقف تاعك الحقيقي. اسمع، لا لا لا، انا موقفي باين. حنا نوحدوا كيما نقولوا اسلوين تيكلوزا، ولا نقولوا ابصره كيما تيفيدي ابصره في الوسطى واغنى ومتفاهمين عليه. كيما نقولوا اكلوز اغنى واوطاني اسكاسي اثريس كلاس متفاهمين عليه. يبقى بعض المصطلحات، لاني انا نكتب الامازيغيه ونقرا الامازيغيه وندافع الامازيغيه. تضبطها الاكاديميه الجزائريه للغه الامازيغيه. انا مانيش مدايرها. شكرا. فوند كوميرس. شكرا جزيلا. اذا احنا ما احنا في الحاله هذه لازم نوقفوا تعميمها حتى تخرج الاكاديميه. لا 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 لا، الامازيغيه ماهيش توقف عند 1968. لا، هذا تاريخ خاطئ، تاريخ خاطئ. وانا عندنا مؤرخين وعندنا شباب وعندنا نخبه راهي تصحح في الامور يا سيدي. لا لا، كان انتقلاش. انا نفضل ان في النقطه هذه ناقشوا فيها المؤرخون والمؤرخون التاريخ، لانه هذا التاريخ اللي تقول فيه غير صحيح، وعيد الامازيغيه غير صحيح، لانه تعتبر السنه الفلاحيه وليست الامازيغيه. اسمع السيده صالحي. نعم سيدي. الامازيغيه ماهيش وليدة اليوم. صح، انا معاك، اني معاك، خلي الباحثين يخدموا ويصححوا لنا بعض الاشياء، واحنا مع الناس اللي يديروا البحوث، وخاصة المحافظة السامية الامازيغية، وهي حاليا تعمل جاهدة، ومن بعد باشراك الاكاديمية الامازيغية اللي تنشأ، ونخليو الناس ويروحوا. شكرا شكرا، فكرتك واضحه، وصلت رسالتك سيد بالقاسم الله الوزير السابق والمناضل في التجمع الوطني الديمقراطي. مادام هو راه يقول من شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا. يا ريت نحول لك الاساتذه اللي ما حبوش يرسموهم لانهم درسوا او درسوا. شوفي، درسوا نبعثهم لك. نعم نعم، ابعثيهم. احنا ماناش راح نقول هذه النقطه. حول هذه الملفات التي وصلت. نقطه اخرى هي انه الان لازم نوضحوا المواقف نتاعنا، ولازم نخليو لكن نخليو الاكاديميين يخدموا. فلا بد من توقيف هذه المهزله والعوده الى العمل الاكاديمي. نحب نبعث له ايضا، نبعث له الناس اللي راحوا البجايه ضربوهم وداروا لهم توكسيكاسيون، داروا سموا لهم الاكل باه ما يخدموش. معليش انا يعني انا قلت الناس اللي زاروني المكتب وطلبوا مني باش نرفع هذا الانشغال، لكن ما صدقتوش نبعثهم. احنا وانتم عرضوهم. اسمع، احنا مرحبا بهم، احنا فضاء مفتوح، مرحبا بهم، استضيفوهم جزيلا. نعم اسمح لي، احنا بجايه ولا تمرس ولا هم البواقي خاوتنا وجزائريين كما احنا، وحتى ربما تصرى مثل هذه فاحنا ما نلومو حتى شخص، لان احنا شعب واحد وحبينا الامازيغيه توحدنا. هذا كلام دبلوماسي سيد ملاح، هذا كلام دبلوماسي. نحن لسنا في حاجه الى كلام دبلوماسي. لسنا في حاجه الى كلام دبلوماسي. حاجه الى ماذا؟ حاجه الى استدامات؟ احنا في ام المعارك، لانك تكلمت وقلت هذا هو الكلام الصحيح، لان المقصود ليست اللغه ولا الهويه والمعتقد. هي الهويه والمعتقد وسياده الدوله الجزائريه وتجزئه الجزائر. شكرا شكرا، للاسف وقت الجزء الاول هذا انتهى. سيدي صالحي. نعم سيدي. في عجاله سيدي قاسم الله، لانه الوقت انتهى. هيا نتعاونوا كامل، نتعاونوا كامل جزائريين، نوحدوا المصطلحات الامازيغيه ونبحثوا كامل، لان الامازيغيه ما هي لا ملكي ولا ملكك انت، يا امازيغيه غير متحدثه، وانا امازيغي متحدث. يجي نهار انت تولي تتحدثيها وتحدثوها اولادك وتتعلميها. اولادها تعلموها، اولادها يعرفوها ان شاء الله. ترى انا نتمنى. تعرف انا وانا خارجه من البيت واش قال لي ولدي؟ قال لي أماما عندك تقيسي القبيله مع اصحابنا وزملائنا. لا لا، شوف تعرف شنو هي الحكايه تاع القبيله؟ القبيله خاوتنا. السيدي صالحه، السيدي صالحه، كي تروحي للدار ولدك واش تقولي له؟ قولي له بالامازيغيه اسكاسي تبان اثريس كلاس. أو قال لك سيدة صالحة أو يعترف باللي أنت سيدة صالحة. شكرا شكرا جزيلا سيدي. لا لا اسمع، هذا الميساج رسالة توصلوا لهم. اسمع اسكاسي تبان اثريس كلاس. شكرا جزيلا سيد بالقاسم الله.